مع الفنان المطرب فيليب رستم. أهلا وسهلا فيك فيليب. أهلا وسهلا فيك وتحية لكل اللي عم بيشاهدونا اليوم بهالبرنامج الحلو والعزيز علينا جميعا. عن جد كان أقرب لك اليوم تجي من أستراليا ولا من الشمال؟ والله إذا كان مشواري من أستراليا الآن كنت وصلت قبل ما إيجي من الشمال. عن جد والله طبعا فيليب إقامته بلبنان، وإنما مثل ما كنا عم نحكي تحت الهواء دايما المحطة الأساسية هي أستراليا، فاللغة العربية أنت جنالي لغة الشمالية مع الأسترالية. مع الأسترالية أولك روعة، عندك سيجنتشر خاصة فيك. بدي لك ألف مبروك على الفيديو كليب. القصة أنه اللي بيعيش برا دايما الجالية العربية هونيك اسم الله كثير بتضطر تعاشري الكل، فبتاخذ من كل جاليه اذا بدك لهجه معينه بتخلطيها مع بعضها بتدمجيها بتطلع عندك هاللهجه هيدي. هالمشوار انت اخذ لنا هديه معك، اخذ لنا هالفيديو كليب وهالغنيه، خبرنا شوي عن سرها لهالغنيه، كيف هيك قطفت ونقشت وين ما كان عم نسمع. ليكي انا اول شيء بدي وجه تحيه كبيره لخيي وحبيب قلبي وسام الامير، هي هالاغنيه كلماته ولحنه. هلا كان عدة سمعني عدة اغاني صراحة يعني وعدة اغاني وكذا، بس كنت شوي مش عم بعد يعني ما اخترت بعد اي وحدة، المهم بيتصل فيه بيقول لي في غنية هيدي بدي اعطيك اياها لو شو ما كانت، المهم بيسمعني اياها هي الفكرة شكلها يسلم لي شكلها بموضوعها، اذا بدك انت واحد عم يتغزل بوحدة مثلا عجبت وكذا، فحسيتها قريبة كثير للسمع وللقلب يعني. صح، وتم الاختيار هالأغنية هيدي واشتغلناها والحمد لله بنشكر ربنا عليها أنه توفقنا فيها كلام ولحن، وتحياتنا كمان للأستاذ إلي سابا كمان توزيع وتسجيله. منكمل ولا بعد؟ منكمل. بدي اقول لك انه انحطيت بايادي امينه كثير كبيره. أيه يعني بدي اقول لك شغلي عن جد ايد الامينه اكثر شيء انا حسيتها مع الاستاذ رامي حداد بالمخرج تبع هالاغنيه، خرج يعني كان هو المخرج تبعها، وعن جد تعبني كثير يعني اخذ نهار تقريبا من الصبح لليل يعني اذا بتشوفي بعد مشاهد مصوري بالليل يعني. صح، تعبني كثير فيها، بس الحمد لله طلع عمل كثير حلو والعالم حبيته وكثر خير. يعني عمل خفيف ومهضوم وبينحفظ سريعا يعني. هنا اكيد تحياتنا للفنان الكبير وسام الامير والفنان اللي سبق انا بعتبره، لانه ما يعني ما تشوهت من ولا محل هالاغنيه، وصعب انك تحط اغنيه بالسوق ودغري تضرب ودغري تنحفظ اليوم، تكون عمل جبار وشعر كبير وملحمه شعريه بس ما حدا لا يحفظها ولا تعلمها. ليك ايام الكلام الاغذي السامبل اللي نحن بنقوله بيعلق اكثر ما يكون شعر وبلاغه بالشعر وكذا، ما العالم يعني بدها الكلمه اللي دغري تضرب معها. صح، ولا على سماعها تبقى خفيفه، يعني ما بدنا نفوت بشعر كثير وقصايد وشغلات. والعالم ما بقى يعني فاضي تتسمع هيك نوع من الاغاني. صح، الغنية الحلوه الخفيفه الطربيه الشعبيه صارت بتوصل انا برايي اكثر ما تفوتي ببلاغه الشعر يعني. اكيد بهيدا، بس ما في شك انه فيها جمل موسيقيه طبيعي كبيره طبيعي يعني جدا. والهيك الافلات والنقله من مقطع موسيقي لمقطع اخر ما بزهق. ليكي كانت كامله يعني وكثر خير الله اشتغلنا على ايدائها يعني يعني غنيتها بشكل الحمد لله يعني انه يعني بطريقه قدرت توصلها للعالم بطريقتي يمكن اكثر ما انه كون مثل ما هي كانت يعني انه خليتها اذا بدك الشعبي البلد الشعبي. اكيد ما هي كانت مطربه اكثر من هيك في شويه طرب وكذا، ف عم بحكي مع وسام قلت له يا زلمه انت عملها لام كلثوم هالاغنيه والله يعني ففتنا فيها بالطريقه اللي نحن بلاقيها بتوصل اكثر للعالم يعني والحمد لله كثر خير الله يعني. كثير حلو، تصور بنهار كامل هالفيديو كليب. اي يعني بلشنا فيه تقريبا على الساعة 9 الصبح، اي انتهينا على الساعة 10 بالليل، وكان القلب ميال للشمال، ضليتك بالشمال. ليكي نحن هو كان في عنا اختيارين ثلاثة موقعين ثلاثة للتصوير، اخترنا هذا الموقع اذا بدك بعد مش مستهلك زيادة الكليبات وكذا، ولقيت انه اللوكيشن كثير حلو وجديد يعني ما حدا بعد صور هونيك وموي وكذا والى اخره، فدمجنا كله مع بعضه والحمد لله كثر خير الله. الموي جايه من استراليا ولا جايه من الشمال؟
لا شمالي. شمالي ابدا. شمالي. قد ايه حلو عن جد الفنان يكون دايما على طبيعته، قد ايه بيكون قريب من جمهوره فيليب، وانت دائم الابتسام. بدي اقول لك شغله، ما في احلى من طبيعه البني ادم. انت انا يعني دائما على طبيعتي، اللي كان بحفلاتي، اللي كان بين العالم اللي بحبهم البعض انا وياهم، بين اصدقائي، انه ليش بدي اتصنع داخلك؟ هيدا انا. وجاي من البلد اللي انا خلقان فيه، الضيعه انا اللي ربيت فيها اللي هي رشعين حبيبه قلبي غاليه على قلبي، وليش بدي اتصنع؟ ما كل واحد بمعين، اذا انت بتشوفي اللي جاي من البقاع بده يحكيكي بلغته هو، اللي جاي من الجنوب بده، طيب ليش انا بدي اتصنع؟ انا ابن الشمال وابن رشعين وابن صغارطة وانا ابن لبنان كله، طيب لا بدي اتصنع ويا بابا انا ما بعرف شو، انا هيك زلمه طبيعي والحمد لله. على كل حال هيدا الشيء بيلمسه الانسان الخارج بلاده، يعني اليوم انت وقت تكون على المسرح باستراليا اكيد بحسوا بجذورهم، بحسوا بانتمائهم، بينطروا الفنان لينقل له النفس لبنان وروح لبنان. 100%. خبرنا عن تجربتك بالمسارح برا، خاصة باستراليا. ليكي باستراليا، كان استراليا، امريكا، كندا، يعني يعني دول هدول انا زرتهم وغنيت فيهم. الفنان بده يعرف يختار شو بده يغني براد بلده، لانه رح يعني يتفاجئ بجاليات عربيه. نعم. مش انا رايح اغني بس للبنانيه، في السوري، في المصري، في العراقي، يعني كجاليات عربيه يعني كثيره هونيك، واذا فنان رايح لهونيك بيحب يروحوا يحضروه. فطبيعي جدا يعني الفنان بده يكون عنده اذا بدك القدره الموهبه، يعرف شو بده يختار الاغاني اللي لازم تتغنى لكل العالم الموجوده. بس تبقى اللهجه اللبنانيه بحبوها الكل، هلا طبيعي مدلله عند طبيعي الكل. جدا، لكن هي اللهجه القريبه اذا بدك لكل الجاليات، اذا بدك يعني المصري بيفهمها، الخليجي بيفهمها، الاردني بيفهمها، الكل، الفلسطيني بيفهمها، يعني نحن عودي اذا بدك الاردن، لبنان، سوريا، فلسطين، يعني نعتبرها بلد وحده كلغه يعني. بس في عندك كمان اللغات الخليجيه بتبقى صعب يفهموا انت شو عم بتغني، لانه احرفها اتقل كمان كثير، يعني شوي يعني اذا بدك لغه غير لغه كومبليتلي يعني. صح صح. يعني. فيليب، كيف التفاعل بصير بينك وبين الناس، وكيف هيك بتخلي السهره تولع، وساعه اللي بدك بتخلي السهره تنخفض شوي؟ ليكي هون قدره الفنان بيبقى، يعني انه في عندك العالم برا بهمنا تنبسط، رايحة على السهرة بدها ترقص إن شاء الله شو ما غنيتي. وهون بدك يعني أنا أعرف شو بدي أختار الأغاني لألون، أي نوع بتغني، أي لون؟ أنا تقريبا بغني لكل الألوان، يعني البلدي، الشعبي، بشوف يعني. يعني هلا طبيعي كل حفلة بيبقى في إلها مستمعين أو إلها جمهورة، بكل حفلة طبيعي أنا بشوف الجمهور الموجود، بعرف شو لازم أغني له. والحمد لله بنقدر منأدي كل الالوان ومنغني كل الاغاني. يعني الاستقبال كيف بيكون وقت ينزل هيك فيليب على البلد يلي رايح يغني شيء؟ ليكي بشكر جمهوري وين ما كنت. انا بالنسبه للجمهور ما بعتبره جمهور، بعتبره اهل واخوي، وصار في صداقه بيني وبينهم، وفي عشره بيني وبينهم، مش مجرد انا كوني مطرب رايح، انا بحسسهم انا خي جاي لعندكم. حلو. يعني والله صدقيني ما ولا مره بجرب اني انا بخليني ينظروا لي اني انا كمطرب وجاي، لا انا خيكن وجاي لعنكن، انا مشتاق لكن جاي يزوركن. حلو. بتفول اكيد كل الحفلات. كتر خير الله، صدقيني بقول لك هذا بيرجع من محبه الجمهور، وانت كيف بتعاملي جمهورك؟ يعني انا بالنسبه بقول لك مش جمهور، هودي اهل لإلي. يعني اللي كان باستراليا، اللي كان امريكا، اللي كان كندا، وين ما بروح كتر خير الله، يعني بلاقي اني انا مش رايح تشوف جمهور، يعني انا ما بشتاق، صدقيني بشتاق لي كاهل. صار في عشري انا وياه، مثل هلا انا ان شاء الله اذا الله رجع مع الجاي رح اكون باستراليا، تحيه للجاليه الاستراليه اللبنانيه والعربيه وكل اللي عم يسمعونا هونيك. انا الجمعه الجاي بكون هونيك ان شاء الله باستراليا، بحس حالي رايح لعند اهلي، لعند اخواتي، لعند ناس بحبهم وبيحبوني، وفي عشري انا وياهم، في جلسات حلوه انا وياهم، في اوقات حلوه بنقضيها سوا. يعني اليوم الفن مش وظيفه بين مزدوجين، هو حياتك. هي حياه بالفعل، هي انت معاملتك مع جمهورك، برجع بقول مش جمهور، مع هالعالم اللي بتحبك. يعني انسان جاي بحبك، جاي لعندك مثلا، بوصل من هون مثلا تليفونات، امتى جاي، يلا ناطرينك، يلا
بحس انه هدول اهل يعني سوري مش انا عندي جمهور رايح اشوفه خلص شغله وارجع، بجرب ادي انا وياهن اوقات حلوه، انبسط بوقتي، استمتع بوقتي باستراليا، نقدني بلا بعد فتره نرجع نتلاقى. شو بيختلف فيليب الجمهور اللبناني بلبنان والجمهور اللبناني باستراليا او بحي لدوله؟ ليك الجمهور اللي خارج لبنان سوري دائما بيشتاق لشيء اسمه لبناني، دائما بيقول لك انا تارك بلدي مثلا بتذكر الضيعة، بتذكر الجبل، بتذكر السهل، هدول بيضل غاليين على قلبه هالشغلات، هدول بتروحي لهونيك بتذكري فين بينبسط، يعني بدك تحسسيه انه انت بعدك بلبنان، انا حامل لك لبنان وجاي لعندك بس بصوتي. نعم، والصوت والاغنيه اسهل شيء واحد ينقلها لاولاده، يعني الولد بيخلق بغني فرنسي، بغني انجلي، بغني عرب قبل ما يفهم الكلمات، فكمان اللبنانيين اللي عاشوا هونيك وتغربوا وصار عندهم اولاد بدهم دائما فن دايماً لبناني. ليكي دائما بدل بدن انك تذكرين ببلدهم، بدل بدك انت هيدا بلدك. وليك هي الغربة عن جد إذا بدك قاسي. وبرجع بقول لك العالم اللي عايشه هونيك، اللبنانيين اللي تركوا زمان ووقت الحرب هجروا وكذا، بيضلوا يخلوا أولادهم إنه نحن بلدنا لبنان ونحن لازم نرجع نزور بلدنا، مع إنه صدقيني يمكن في قسم كثير من الأبناء هونيك يمكن ما بيعرفوا يحكي عربي كتير. أكيد. بس دايما الأهل إنه بيذكرون أنت لبناني لازم ترجع على بلدك. هالمرة رح تروحوا وتجي ويصيروا كلهم شكلة يسلم لي شكلة. أبداً. لمين بتقول اليوم شكلة يسلم لي شكلة؟ ليك هي بالفعل يسلم لي شكلة، هي برجع بقول لك إنه لكل حدا بيحب وحدة والله بيحب يتغزل فيها. عم بقول اسلام الشكل لكل حدا بيحبه لفيليب رستم، بقول له كان شاب واللي كان بنت واللي كانت شو ما كان، بقول له يسلم لي شكلك لانه بيحبني. عن جد هالكلمتين قديش هيك يعني قديم بس هلا عم نستعملهم. في اغاني نحن في عنا امثال مثلا ايام الاغنيه بتكون من مثل جاي بيعوزوا مثل بالجمله بتضرب، لانه هذا مثل انت بتستعمليه كل يوم ولا كل لحظه ولا كل ساعه. نحن من شاشه الاو تي في وتحديدا من يوم جديد بنرجع بنقول لك الف مبروك على شكل يسلم لي شكل هالكادو للبنانيه والمغتربين، بالتوفيق انت رح تكون باستراليا اي نهار؟ يعني انا ان شاء الله يوم الثلاثاء بجمعة اللي جاي رح اكون موجود باستراليا وحفلاتي بين سيدني وملبن. اي ولكل جمهورنا هونيك بنقول لهم نحن جايين لعندكم باحلى غنيه. هيك بعتي لكم فيليب مع غنيه. أيوة. جديده، شكرا لك. رح نرجع للفيديو كليب ونستمتع فيه ونهيص ونرقص على هالسبح من بعد ما نحن قلعنا بطريقه بوزيتيف وانت كمان عم بتكلل. أيوة. هيدا الشيء فيليب رستم، كل التوفيق بكل اعمالك اللي جايه. شكرا لك، شكرا للاو تي في وللمخرجين ولكل العاملين، وان شاء الله بنشوفكم بخير. اكيد، يلا منولعها مع شكل